هو شخص إذا بدك عنده اللون الداعشي، شخصية نافرة الأكثر بالحي. هو عنده خلل نوعا ما بعقلته، عنده طريقة تفكير معينة مشكلة الناس تفكر فيها. هو مقتنع بهذا الشيء، تفاصيل كثيرة بتشوفيها بقلب الناس، فكتير مبسوط بهذه الشخصية اللي عم يلعبها. أكيد ضد بنت اللي بعدها القاصر، بعدها ما بتعرف شيء عن الزواج، بعدها ما بتعرف شيء عن الحياة الزوجية، كيف بتحمل هالمسؤولية بربية العائلة، مسؤولية البيت، فهذا الشيء بعتقد مش صح. لأنه نافر، وأكثر الأحيان أنا بنبش على الأدوار النافرة يلي بتبصم بمطرح لو ما كانت كبيرة، بس بتترك بصمة وبتعلم، بيكون وراها في مسج معين بالحياة كمان. نار بالنار قريباً طيلة شهر رمضان المبارك على الـ LBCI.